لا يشبه اليمنيين إلا أعيادهم، أليس كذلك؟ عيد فطر خامس بعد الانقلاب والاجتياح، كيف كان العيد على اليمنيين في الداخل والشتات؟ أهلا بكم مع إيقاع أغنية أنا السنة يعيد وصناعة الكعك اليمني ونقش الحناء للنساء وربما الأطفال. يحاول المغتربون عيش تفاصيل عيد اليمن في أماكن غربتهم، لكنهم يقفون على أبواب الحنين إلى وطن تناهشته ذئاب وعصابات الحرب والمصالح وأنهكته الأزمات المتلاحقة فحالت دون عودتهم. المهاجرون واللاجئون، الطلاب والتجار، قد يبدو حالهم أحسن ممن هم في الداخل، فعلى الأقل ثمة مساحة من الأمان، لكن اليمن تظل تلك الأم التي لا يحلو العيد إلا بها. بين التهليل وتكبيرات صلاة العيد وبين القصف والمواجع، لا يشبه اليمنيين إلا أعيادهم في بلد أكلته الحرب وتقاسمته الخلافات. يبدو العيد بمظاهره التقليدية بمثابة اجتراح لواقعهم المكسور. كان الانقسام الذي شهدته المدن اليمنية أبرز تلك المعاول التي هدمت فكرة الاحتفاء بالعيد ومحاولة سرقة الفرحة من كف الحرب. هذا هو حال اليمنيين في الداخل، غير أن يمنيي المهجر لا يبتعد حالهم كثيراً عن ذلك، لأن العيد هو الرحمة، هو الإلفة، إذ يقضي مئات الآلاف من اليمنيين عيدهم بفرحة قليلة وكثيرة من الحنين، ولسان حالهم في مواطن غربتهم ما عيد إلا في اليمن. ما عيد إلا في اليمن ولا يمين ما هوش عيد. ترتد إليهم الأغنية لتذكرهم بأنهم بعيدون عن الأهل والأحبة وبركة اللقاء العيدي. قد لا يكون الاغتراب للإنسان اليمني وليد لحظة الحرب، لكنه بات اليوم قدراً مضافاً إليه صعوبة العودة لأرض الوطن، خاصة في الأعياد التي كانت مناسبة للقاء الأهل والأحبة. الحرب وعدم الأمان وصعوبة توفير الرحلات وغلاؤها عقبات أمام عودة المغترب اليمني، خصوصاً الطلاب المبتعثين وهم كثر. تسببت الحرب بحرمانهم من زيارة أهاليهم، ناهيك عمن تمكنوا من مغادرة بلدهم هرباً من الحرب، ومن لم يتسع لهم اليمن فضاقت عليهم مساحة الفرح والبهجة خارج حدود الوطن وخارج ألفة الإنسان اليمني وتفاصيله. العيد في اليمن ليس مناسبة دينية فحسب، بل طقوس عائلية، عادات وتقاليد، وموروث ثقافي واجتماعي أيضاً. في العيد يتذكر اليمنيون بلدهم وأهاليهم وطقوس الأعياد في مدنهم وقراهم، سواء كانوا لاجئين ومهاجرين أو تجار ورجال أعمال. سيمر العيد وستبقى حسرة عالقة على أمل بتحسن وضع البلاد ولم شمل اليمنيين. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني، كل عام وانتم بخير بكل تاكيد. ارحب ايضا بمن ينضم اليك هنا في الاستوديو، بدايه زكريا شعلان رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في اسطنبول. اهلا بك زكريا. حياكم الله. اهلا بك ايضا عفاف شوقي الطالبه اليمنيه هنا في اسطنبول. اهلا. وان كانت يعني العاده للنساء اولا، لكن فضلنا ذكر رئيس الاتحاد. طيب دعونا نبدا اليوم، كيف كان عيدكم؟ كيف قضيتم العيد؟ العيد يعني في الغربة نستطيع أن نقسمه على محورين أساسيين، هو عبارة عن أهل وأقارب وعبارة عن وطن. هنا في تركيا صنعنا من أصدقائنا وأصحابنا أهلنا، ولكن افتقدنا الوطن، فكان يعني له طعم لكن هناك قصور نقوص. ما الذي قمتم بفعله؟ نحن في الاتحاد أقمنا فعالية في صباح يوم العيد، حظت بتوافد كثير من أعضاء الطلاب أو أعضاء اتحاد اسطنبول، تبادلنا التهاني. كان لليمن الحديث الأساسي في المعايدات، فيعني كان الشعار أنا يمني بين زملائي وجدت هوى وطني، كان هذا شعار الفعالية وشعار الحضور يعني المشاركين. طيب ماذا عنك يا عفاف؟ كيف كان العيد معك؟ كل عام وانتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. اولا كل عام وانتم بخير، عاد الله لنا بالسلامه رب لنا ولليمن. العيد من الطبيعي يكون حنين، مليان حنين لليمن،
ونقلنا هذا الحنين مش بالدموع ولا بالكلمات، نقلنا هذا الحنين أخذنا الطقوس والعادات وحاولنا تطبيقها هنا في إسطنبول، من لبس الملابس التقليدية لليمن، من التهاني، من تبادل السلام، من لقاء أصدقائنا، يعني محاولة صنع لنا لمة أسرية مع الأصدقاء الموجودون هنا في إسطنبول. اليمنيون أينما ذهبوا يحاولوا أن يصنعوا لهم السعادة لبساطة روحهم وجمالهم. الحمد جميل. لله. أنتما أهلكما هنا أم في صنعاء أم في اليمن؟ أنا أهلي في خارج تركيا، ليس خارج تركيا. عفاف، أنت أهلك؟ عن أهلي أمي وأبي واثنين من أخوتي، أما البقية أحدهم في الهند، أحدهم في ماليزيا، بعضهم في اليمن. هي عادة العيد يكون فرصة لتجمع الكل، من كان في محافظات أخرى يأتي إلى عند الوالد كذا. كيف إذن تجاوزتم هذه النقطة؟ كيف فعلت أنت زكريا؟ تجاوزنا هذه النقطة بوجود الأصدقاء والأصحاب هنا. فاليمنيين بطبعهم رحال أنيق، يعني يصنع فرحته وسروره في أي مكان. فإحنا صنعنا هذه الفرحة وهذه السرور بوجود الأصدقاء والبيئة من حولنا، وبالذات اليمنيين. عندما نقابل اليمنيين يعني نشعر أنه الوطن ينادي إلى أحضانه، يعني تعالوا. هذا أول ما نشوف يمني أو تجمع لليمنيين. لكن تواصلت مع الأهل؟ تواصلنا مع الأهل أكيد. كيف كان الحديث؟ يعني حدثنا. تواصلنا معهم صراحة ساعات طويلة، يعني تواصلنا مع الجميع من أصغرهم إلى أكبرهم، تبادلنا الأحداث التي قضيناها في العيد من الاستيقاظ حتى نهاية اليوم بكامل تفاصيلها، يعني حتى صلاة العيد، الخروج مع بقية الطلاب والزملاء إلى آخره، الفعاليات التي أقمتموها. نعم، نقلنا لهم الصور وحتى الفيديوهات التي صورناها في الفعالية، وهم كذلك أيضا بادلونا الصور للصغار والكبار من الأهل ولكل الأقارب هناك. حفظهم الله جميعا. ماذا عنك عفاف؟ تأقلمنا مع البعد. طبعا طبيعة الحال عندنا في اليمن بمختلف المحافظات والطقوس الموجودة المختلفة، إلا أن اللمة هذه شيء رئيسي وأساسي. وللأسف بعدنا أصبحت اللمة عبر مكالمة إيمو، يعني مهما كان ما فيش الطعم ذاك، يعني صحيح بالصورة ماشي كما والصوت اليمن، يعني لكن ماشي كما اليمن. طبعا تواصلنا مع أهالينا في اليمن، تواصلت مع أخوتي، مع كل الأهل الموجودين في اليمن. وأيضا يعني كان نشاط اتحاد الطلاب اليمنيين في اسطنبول معوض كبير. يعني الصديقات، في لفته جميله عملتها واحده من الصديقات، دعت كل يعني اقرب صديقاتها وطبقت نفس الطقوس الموجوده في اليمن هنا، اللي هي اللمه مع الكبده بدايه الصباح، مع البيمتو، مع اضحك على الايام. اهم شيء الجانب الموسيقى هذا مهم، يعني ليس هناك عيد بدون اضحك، بدون الصوت على الايام. طيب، وقد تحدثت عفاف على موضوع الاتحاد، حدثني أكثر عن فعاليات الاتحاد يعني التي كانت خاصة بالعيد. ما الذي يعني فعلتموه؟ هل ستفعلون أيضا يعني فعاليات في قادم الأيام؟ فعالية العيد هي بدأت في الحقيقة بأمسية ختامية لرمضان، كان فيها توزيع عيدية للطلاب عبر السحب على الأرقام والمسابقات. فبدأنا خلق أجواء العيد من نهاية يوم في رمضان بأمسية كانت ترفيهية إلى جانب الروحاني في رمضان. بعدها كان يوم العيد عندنا العيدية، أيضا كان هناك فطور أو صبوح يمني. يا سلام. للحضور إن شاء الله سيكون عندنا رحلة ترفيهية. حدثني عن الإفطار هذا، ما الذي أفطرتموه هذاك اليوم؟ الصبوح، إيش كان الصبوح؟ الصبوح كان فاصوليا وفول. يا سلام، كبدة وفاصوليا وفول، تمام. النساء تدلعوا أكثر، يعني كبدة. تمام، واصل. عندنا سيكون إن شاء الله رحلة في السفينة خاصة بالطلاب والطالبات في إسطنبول. هذه برعاية الاتحاد؟ نعم، برعاية الاتحاد وبالتعاون مع بلدية أسكودار سيوفر لنا السفينة إن شاء الله، وسنجهز البرنامج. أيضا يعني ما ننسى دور الجالية
في الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها، احتمال يكون عندهم أيضا فعالية تكون تلم الشمل بشكل أكبر. نحن الاتحاد يعني متخصصين في جانب الطلاب والطالبات، بالإضافة أنه سيكون رحلة خاصة للطالبات خلال فترة العيد. طيب عن هذا سأسأل عفاف، لكن قبل ذلك دعونا نشك معنا في الحوار الفنان إبراهيم فضل الذي انضم لنا عبر الهاتف من صنعاء، نسأله عن أجواء العيد هناك. أرحب بك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنتم بخير وكل اليمنيين في الداخل والخارج بخير. حدثنا كيف كانت أجواء العيد في صنعاء. أهلا وسهلا بك حبيبي، شكرا أصدقاء، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا بالأمن والسعادة والبقاء. العيد في صنعاء يعني كالعادة جميل ولا يخلو من التفاصيل التي يعني ننتظرها من كل عيد في العيد، ويعني كل الناس يعرفون عيد صنعاء. إبراهيم هل تسمعني؟ أيوة. نعم تفضل، كنا نتحدث عن أجواء العيد يعني. أيوة. في سياق الحديث عن هذه الأجواء، كثير من الناس الآن لديهم مغترب، يعني هذه المسألة كانت متواجدة بشكل كبير قبل الأحداث في اليمن، لكن الآن ربما زادت بشكل أكبر. كيف عالجها الناس؟ كيف تعاملوا مع وضع الحرب في البلد؟ والله عزيزي يعني تحس ان احنا اكثر شعب مرن في الحياه، ممكن لو عملوا دراسه ان احنا ممكن اكثر شعب مرن في الحياه، وبحكم انه صحيح ما قلت انه مغتربين زادوا، لكن يعني اعتقد ان الشعور المزعج هو للمغتربين اكثر من الذي داخل، لانه الذي في الداخل يعني عليه مجارات الواقع، لانه الواقع اذا ما جارش الواقع هيحصل له صدمه في الحياه. فالشعور الأكثر أنه المحروم من العيد في المكان الذي عاش فيه من أول نشأته. طيب في هذا السياق لا يخلو العيد من الفرحة، عادة الفرحة هذه تبدأ بأصوات هكذا يعني صلوات، يعني صلاة العيد والاستغفارات وما شابه، وكذلك يعني عند اليمنيين خصوصا وربما في كثير من المناطق الأغاني الخاصة بالعيد المشهورة في اليمن، أغنية أنا السنة يا عيد. نطلب الآن، أنت فنان في نهاية المطاف، لابد أن نسمع منك شيئا خاصا في العيد، أسمعنا. أيوة معك عزيزي. زي ما تقول ما فيش عيد عندنا في اليمن، يعني أو بالأصح يعني في صنعاء مثلا، إني عايش في صنعاء، من غير أنا السنة عيد. كمان في أغنية لسلمان حرازي عيدك مبارك، وأنا غنيتها يعني معكم في لقاء آخر عام سابق، لكن أنا هذه المرة يعني إن سمحت لي يعني أغني شيء آخر يعني العربي فيصل. طيب أسمعنا إذا. أغنية جميلة وطبعا. تفضل إبراهيم. عيونك شاغلة قلبي صراحة ليش تخدي، عيونك شاغلة قلبي صراحة ليش تخدي، ولما تمر من جنبي يا روحي أحس الشوق يلعبي، ولما تمر من جنبي يا روحي أحس الشوق يلعبي، ترفق بي ترفق بي لأن الذنب مش ذنبي، كله سبب عيني يا عيني هي اللي بلت قلبي. ونقول لكم عيدك مبارك، أيامك سعيدة، في سرور وقبول، تبكى أيامك سعيدة. عيدكم مبارك إن شاء الله لجميع مشاهدينك وضيوفك وحاضرين جميعا إن شاء الله.
يعطيك العافية، شكرا وتسلم. لكن خليك معنا إبراهيم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. خليني بس الله يحفظك يا إبراهيم. زكريا، ما هي يعني عندما تسمع العيد أو تسمع أن العيد اقترب أو يقترب العيد، ما هي الأغاني التي أو الموشحات التي تتبادر إلى ذهنك في هذا السياق؟ يعني تعتبر أنا استنى عيد هي ثيمة أساسية في هذا. نعم، رقم واحد. لكن هذا العيد يعني نوعا ما كان مختلف بحكم يعني الوضع الذي مرت به اليمن من انقسام في العيد حتى، يعني فكانت الأغاني أو الهازيج العاطفية التي تميل إلى الوطنية كانت لها صدى أكثر في نفوسنا، أو كنا نسمعها أكثر، لأنه مهما كان صحيح أنه إحنا هنا نعيد وهكذا، لكن قلوبنا وأرواحنا في اليمن. فهناك نوع من الذكريات، نوع من نعم المشاعر التي تفيض في هذا الخصوص. عفاف، في أغنية معينة مثلا بخلاف أنا السنة يعيد؟ في أغنية أهلا أهلا بالعيد. أهلا أهلا بالعيد. مرحبا مرحبا بالعيد أيضا. طيب إذا خلينا ربما إبراهيم يعطينا أغنية أخرى. إبراهيم أسامة، يعني الأخوة في الكنترول، المعد الزميل أسامة يصر علي بأن نسمع منك أغنية جديدة أو أخرى. سمعنا. والله شوف يا عزيزي، يعني رحمة الله عليها الست أم كلثوم، يعني زي ما قالوا الشباب، يعني قالوا لكل منطقة يعني أغنية خاصة بالمناسبة يعني في العيد عندنا. يعني أنا السنة عيد تأتي في المقام الأول، ممكن يعني كل الأجيال مدري الجيل الجديد عدموا دهم على السنة عيد ولا غيروا، بس الست أم كلثوم عملت في الأربعينات أغنية ليلة العيد عن السينا، ويعني لازم نحن ونسمعها نستلذ بالعيد. في ناس أقولها لك غنيها لك ولا تشي أغنية أخرى ولا غني؟ غني يا إبراهيم، غني تفضل. وأنا همك يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا في ليلة العيد. هناك هلل علينا فرحنا وغنينا، هناك هلل علينا فرحنا وغنينا وقلنا بعد هيجينا على دومك في الليل في العيد. تسلم يا إبراهيم، تسلم. كل عام وأنت بخير، وكل اليمنيين بإذن الله بألف خير وصحة وسلامة. وأنتم بخير، وبإذن الله ينعاد العيد، ما يأتي العيد القادم إلا والبلد بحال أفضل مما هي عليه الآن. شكرا جزيلا لك إبراهيم فضل الفنان، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بعودة إليكم زكريا وعفاف، نتحدث عن العيد في صنعاء، نتحدث أيضا عن الجالية. يعني تحدثتما أنتم عن الاتحاد، فعالية الاتحاد، الجالية لها أيضا فعاليات بحسب علمكم؟ سيكون هناك فعاليات أليس كذلك؟ خلال السنوات الماضية كان لها فعاليات، ويعني وينتظر منها أن يكون لها أيضا فعالية في هذا العام في هذا السياق. طيب في نقطة في هذا الخصوص أنا كنت سأسألك سؤال عفاف أليس كذلك، فيما يتعلق بالنشاطات الاتحاد الخاصة بالطالبات. كان هناك يتحدث زكريا على أنشطة العيد التي يعني ستفعلونها للطلاب، وكذلك هناك للطالبات، ما هي أبرز الأنشطة القادمة؟ الأنشطة القادمة بما أنه عيد فبنتجه للجانب الترفيهي اللي هو في لمة وفي لقاءات، وأكيد بيتخلل ذلك برنامج يعني
ثقافي وهذه الأشياء. قريبا بيكون في رحلة شواء إلى جزيرة إن شاء الله، اللي ويتوقع حضور أكثر من 60 طالبة إن شاء الله. طيب في هذا السياق كم عدد الطلاب في إسطنبول اليمنى؟ 700. تجاوز 700 طالب في إسطنبول، وفي تركيا وصلوا إلى قرابة 3000. ما شاء الله، إذن هم عائلة كبيرة هنا. نعم عائلة، ويعني متحدين والحمد لله. ما شاء الله. بالحديث عن الاتحاد، العيد في اليمن كان عيدين، يعني ربما كان هناك من عيد يوم الثلاثاء وكان هناك من عيد يوم الأربعاء. هل كان هناك نوع من الأثر لهذا الانقسام هنا في إسطنبول؟ ربما كان اليوم العيد الحديث حول هذه النقطة، يعني الغالب يعني يؤمن أنه نحتاج أن نعالج الجروح السياسية هذه بدفء الانتماء للوطن. يعني هذه جروح سياسية نعتبرها، فكان معظم الحديث يوم العيد حول هذه النقطة، لكن هناك كان عيد واحد. هل هناك من يعني عند الحديث عن هذه النقطة ربما تثير بعض النقاشات، ربما تثير بعض المشادات أحيانا، ربما هل هناك من لم يعيد مثلا هنا؟ الكل عيد يعني. طيب في حال يعني لما نتحدث عن أنه كان هناك انقسام في الداخل، هل كان هناك من الطلاب من عايش ألم من هذا النوع، أنه مثلا أهله في مكان لم يعيدوا وأهل آخرين لهم؟ لأنه يعني هناك ناس صحيح في صنعاء ومناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثي، لكن في أهالي لهم في مناطق أخرى قد يكونوا. هل من الطلاب مثلا من كان لهم أهل في صنعاء وأيضا أهل مثلا في منطقة أخرى في عدن مثلا؟ تعرفون نماذج؟ تقريبا نموذج، تقريبا كل يمني عايش هذا الموضوع. أنا مثلا عني شخصيا حتى في تعز انقسموا قسمين، خالفي الحوبان صايم واللي في المدينة معيدين. فنتصل لهذاك صايم للسيد عي يقول الحقوا لكم دعوة كمان مننا وإحنا معيدين، كل عام وأنت بخير. كانت موجودة الانقسام حتى وصل إلى الأسرة الواحدة. يعني مثلا في اليمن أختي وزوجها يعني أفطروا، وبقية الأسرة صاموا، يعني حتى داخل الأسرة حصل الانقسام. وهم في منطقة واحدة، في مدينة واحدة، في بيت واحد يعني. حصل. هذه مسألة يعني ربما خطيرة جدا، يعني لم يكتفوا بأنه ينقسم الوطن، بل حتى الشعائر الدينية كانت فيها حتى الأسر الآن تقسم. الله المستعان. طيب دعونا نخرج من هذه الأجواء الانقسامات إلى أجواء العيد الجميلة. دعونا نشك أيضا معنا في الحوار الكاتبة سبا حمزة التي تنضم لنا عبر الهاتف من هولندا. ورحب بك سبا، إذا معنا كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية، وجميع اليمنيين في الخارج والداخل على حد سواء بألف خير. كيف كانت أجواء العيد هناك في هولندا؟ كل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله، وينعد علينا واليمن في خير وأمن وسلام يا رب. وعيد مبارك لك يا وجيه واللي عندك في الاستوديو، كل عام وأنتم بخير وحرام جنب عين إن شاء الله. يا هلا، نسمعك حمزة، نسمعك سبا. نعم. كيف كان العيد؟ والله يا وجيه العيد يعني كلنا نعرف طقوس العيد في اليمن، بتبدا من قبل يمكن من نص رمضان بنبدا نجهز نظافه البيت والتكشيع والعمل والكعك بس هنا كل شيء مختلف. اللي بيحدث في الغربه يعني مهما حاولنا ان احنا نجعله مشابه بيكون نكهته ثانيه وطعمه ثاني. يمكن العيد في امريكا أقرب للعيد من اليمن من العيد في أوروبا، لأنه في أمريكا الغربة البعيدة تطوعتهم أكثر. العيد في أوروبا من أي ناحية سبا؟ من أي ناحية بالضبط تقصدين يعني؟ من ناحية أنه الأهل والأصدقاء هنا في أوروبا أقل بكثير، يعني نسبة المهاجرين أقل من نسبة المهاجرين في أمريكا. هناك طوعتهم الغربة بشكل أكبر، تعودوا يمكن عليه. الأهل أصبحوا أكثر، يعني ممكن أنه
يجهز للعيد، يخرج يزور أهل، يزور أصدقاء يوم العيد. بس بالنسبة للناس في أوروبا عاد الموضوع في أوله للمهاجرين في أوروبا، وبالنسبة للمهاجرين الجدد أقصد. طيب في هذا السياق يعني لكن هل كانت مظاهر العيد حاضرة بشكل أو بآخر لدى من تعرفينه على الأقل؟ أو أكيد عندك أنت في العائلة، يعني كيف أمضيتم أول أيام العيد؟ أكيد بيكون الاستعداد يعني للعيد، صح أنه أقل يمكن كلفة وتعب من الاستعداد له في اليمن، بس الفرحة بتكون أكبر يعني بالرغم من الحنين اللي بنستحضره لأنه بغياب الأهل والأصدقاء، لكن بيحاول البعض أنه يخلق له طقوس مشابهة لما هي عليه في اليمن. يعني تابعت كثير من المسلمين مش بس اليمنيين، أخذوا إجازة مثلا من المدارس أو الوظائف وصاروا صلاة العيد احتفلوا مع بعض. بالنسبة لي أنا وزوجي أكيد كان في كعك طبيعي، كعك العيد ولحمة العيد وكل هذا حاضر موجود. بس بالنسبة لي أنا على مستوى أسرتي مثلا كنا ملتزمين بأعمال، كان صعب أنه ان احنا يعني مثلا نشارك الاصدقاء في يوم العيد. انا بالنسبه لي كان معي دوام كامل في الجامعه، لذلك ما قدرتش ان انا اتغيب عنه. جهزت للاولاد كعكه العيد وجعاله العيد جنب الحافظه حق الغداء، وصاروا المدارس احتفلوا مع اصحابهم. الجميل انهم لما رجعوا قالوا لي ان المدرسات تكلمت مع الطلاب، تكلمنا مع الطلاب، شرحنا لهم ايش يعني العيد، ايش تعني هذا المناسبه لنا كمسلمين. خرجوا مع بعض يعني فعلوا نزهة في الحديقة ورجعوا، فحسيت أنهم انبسطوا بالعيد. هذا بالنسبة لي أول يوم العيد. بس بالنسبة لنا كمان كجالية يمنية في هولندا معنا إن شاء الله يوم السبت تلتقي الجالية مع بعض، وأعتقد أنه عاد إحنا عن عيد يوم السبت. يعني العيد سيكون مع بقية المهاجرين أو في الجالية. طيب في هذا السياق يعني كنت سأسألك الآن على مسألة أنه يعني عندما ينتقل اليمني إلى الخارج ينقل معه هذه الثقافة، الاحتفاء بعيد الفطر، سواء من يحتفل بها كمناسبة دينية أو من يعني من ينقلها معه كعادة ثقافية أو كشيء اعتاد على أن يعيش فيه. يعني في هذا السياق هل الاحتفال في مسألة ونقله إلى الآخرين كما تقولي أنت الآن أولادك نقلوه إلى المدرسة وزملائهم وعرفوهم على هذا العيد، هل هي مسألة صحية مسألة طبيعية أم من الأفضل أن تحدث؟ هناك من يحاول النأي بنفسه عن نقل هذه العادات إلى الآخرين، ما رأيك بهذه المسألة؟ ما أعتقدش إنه فيها مشكلة إنه ننقل عاداتنا مثلا أو ثقافتنا للآخر، إن إحنا نتعرف على بعض، إن إحنا نندمج بشكل يعني أكثر سلاسة. يعني من خلال متابعتي أنا وتجربتي الشخصية، طقوس العيد أو رمضان أو أي مناسبة دينية أخرى تحولت من مجرد مناسبات دينية إلى مناسبات اجتماعية تعكس هويتنا كأفراد وثقافتنا. واليمني بطبع بيتعلق بكل شيء بيذكر باليمن، الرائحة، الألوان، الملابس التراثية، الأكل، كل شيء. ومع ذلك بتجد بيندمج مع المجتمع الذي يعيش فيه بسلاسة. يعني كثير من اليمنيين بيعكسوا صورة مشرفة بالرغم من الأوضاع المأساوية اللي بنعيشها في البلاد. وعندك نماذج يعني الجالية التركية، الشباب في الجالية التركية مثلا، عندك الأخت عفاف، يعني أنا متابعة لهم باستمرار، هذولا نقلوا ثقافتنا ودمجوها في المجتمع ومندمجين وبيدرسوا ومتفوقين، وهذا في حد ذاته بينقل صورة جميلة عنا. يعني ما أعتقدش أنه في أي مشكلة، بالعكس يعني بيعمل إثراء لثقافة الآخر، إنك تأخذ من ثقافته وتعطي أيضا من ثقافتك. طيب كيف كان تعاطي أو تقبل الآخر لهذه أو تعامله مع هذه المظاهر إن صح التعبير؟ بالنسبة لي على المستوى الشخصي يعني هي مش أول مرة، يعني الأعياد السابقة نفس الشيء، حاولنا أن احنا نشركهم في هذا المناسبات، حتى في رمضان مثلا حاولنا أنه نشركهم ببعض الوجبات الرمضانية مثل السمبوسة، البسبوسة، الأشياء، هذا الأشياء اللي بنفعلها في رمضان، وكانوا الجيران مبسوطين أنه بيتعرفوا على ثقافتنا بشكل آخر. في المدرسة كمان زملائهم أعجبهم أنهم حضروا وساروا المدرسة وشاركوهم جعالة العيد، كانوا فرحانين جدا. يعني في الأخير الطفل أنت بتدي انطباع أنه أنا وأنت واحد، ما بش بيننا فرق. يعني أنا شفتها من هذا المنطلق، بينما لو أغيب عن المدرسة ممكن أن أنا بندي لهم انطباع أنا مختلف، أنا مش زيكم وأنا اليوم معي مناسبة خاصة بي.
فأنا بصرتها من هذا المنطلق، والبعض الآخر بيحبذ أنه لا، أنه يعيش كامل الطقوس، وهذا أيضا رأي آخر، بس بالنسبة لي هذا الطريق اللي احنا اخترناه كأسرة يعني. وربما سألك الآن عن تجربة شخصية، مثلا في سياق أنه عندما يعني يصدف وأن يفتح مثلا شخص وسائل التواصل الاجتماعي، صفحته على الفيسبوك وما شابه، أو قناة مثلا يمنية يتابعها بلقيس مثلا في هذه الحالة، يستمع مثلا إلى أغنية مثل أنا السنة يعيد أو غيرها من الأغاني التي ترتبط في وجدانه باليمن، تأتي هذه حالة من النوستالجيا إلى ذهنه، ما هي المشاعر التي تختلج عادة في تلك اللحظة؟ طبعا أنا السنة يعيد هذا أول ما ندري أنه عيد بنفتحها طبيعي يعني على طول في اليوتيوب، دور الناس بيدوروها يعني ما عادوش منتظرين بس يسمعوها من مكان آخر، هي أصبحت فعلا مرتبطة في اللاشعور بالعيد، بالذكرى، بالحنين، بكل شيء ما هو متعلق باليمن. يعني أنا السنة يا عيد أصبحت رمز ثقافي لنا، مش مجرد أغنية، فهي بالنسبة لنا أصبحت العيد، أول ما نسمع كلمة عيد بنفتح أنا السنة يا عيد. عندما تفتح في المهجر ما الذي تفتحه أيضا معها؟ يعني عندما تسمعينها ما هي الأشياء التي تأتي معها، تنهمر معها كذكريات كأشياء؟ كل شيء تقريبا، يعني من يمكن من أول فستان عيد أعرفه في حياتي إلى نكش العيد إلى السلام، الخرجة يوم العيد إنه نخرج نسلم نزور الأهل نزور الأصحاب، إلى أن أصبحت أنا أستقبل الأهل وأستقبل الأصحاب في البيت يعني يوم العيد كأم وكربة بيت، يعني كل مراحل حياتنا تقريبا هي مرتبطة بكل شيء في بمناسبة العيد. جزيل الشكر إذن لك سيدة سبا حمزة الكاتبة، وكنت معنا عبر الهاتف من هولندا، وعلى مشاركتك لنا في هذه الحلقة، وكل عام وأنت والجميع وأهلك والجميع هناك في هولندا بخير وفي كل مكان بطبيعة الحال. بالعودة إليكما زكريا وعفاف، مسألة العيد الاحتفالات من خلال متابعتكم للسوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، هل يعني لاحظتم خاصة أن هناك الكثير من الشباب ربما بات ضايقا من الوضع في البلاد، ضايقا من الوضع في اليمن بشكل عام، يذهب إلى أماكن أخرى، يسافر، يريد أن يندمج في ثقافات أخرى ويترك كل هذا الألم على جنب أو في مكان آخر، يعني هل لاحظتم يعني احتفاء لليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي بالعيد؟ كيف لمستم أو تابعتم هذه المسألة على وسائل التواصل؟ نبدأ معك زكريا. في الحقيقة ما يعني الذي يلاحظ في فترة العيد أنه اليمني لا يحاول أن يهرب من العادات أو التقاليد التي تحصل في العيد، يعني حتى أنه يرتاح نفسيا، لا بالعكس يحاول يبرزها ويظهرها، حتى يحاول يعني بعض الشباب عزموا أصحابهم أتراك إلى مطاعم اليمنية مثلا، أنه يحاول يتفنن أكثر حتى أنه يوصل لنفسه فرحة العيد هذه، يعرف ربما أهل البلد التي هم فيه بهذه العادات. نعم، يعرفهم بالعادات، حتى أنه نحن في الاتحاد أقمنا حملة سابقة عرفنا اليمن في أكثر من 12 جامعة في إسطنبول، بالإضافة إلى أنه اشتركنا في مهرجانين دوليين، كان التفاعل مع الخيمة اليمنية بالذات تفاعل كبير، لأنه اليمني بطبعه يعني لو ما يعرف يعرف من داخل قلبه بكل إخلاص، فهذا كان له أثر كبير في الجانب الأتراك أو بقية الجنسيات. فاليمني بطبيعة الحال يعني لا يحاول أنه يتهرب من العادات اللي كان فيها في العيد أو في الأيام الطبيعية، بل يحاول أنه يعرف الناس عليها ويبرزها معه في الوقت وفي المناسبات والاحتفالات. طيب هل أيضا يتعرف اليمني على عادات الآخر؟ يعني نحن هنا في دولة احتفلت بالعيد، يعني مثلا سبا كانت في هولندا، قد ربما الناس هناك لا يحتفلوا بالعيد، لكن الأتراك احتفلوا بالعيد، هل حاولت يعني كيف احتفلوا كيف يحتفل الأتراك في العيد؟ سأسألكم هذا السؤال، لكن قبل ذلك ننتقل إلى ضيفتنا التي تنضم إلينا الآن من الولايات المتحدة، السيدة فاطمة واصل، رئيسة منظمة وفاء الحقوقية. أهلا بك سيدة فاطمة. وتقنيات الاتصالات التي تقرب بيننا.
سيدة فاطمة هل تسمعينني؟ أيوة أسمعك. الصوت واضح؟ الصوت واضح. نعم، كل عام وأنتم بخير بداية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين وكل أنواع التحايا في الدنيا بهذه المناسبة الدينية الجميلة. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. كيف كان العيد؟ بالنسبة لنا إحنا في أمريكا نحتفل فيه، يعني ننتظر بفارغ الصبر، بالذات عيد الفطر بعد صيام 30 يوم، لأنه بيكون لنا مجهد جدا، لأنه بالذات اللي بيكونوا الفئة العاملة بنقوم من الصبح تقريبا من يعني 8 وإحنا في الشغل وللساعة 5 تقريبا، وبعدين نروح بيوتنا مجهدين وتعبين. فبالنسبة لنا العيد هذا متنفس، يعني يجي وإحنا مستعدين مستنيين نشتري ملابسنا ونجلس وقت طويل نخطط كيف نحتفل لصباح العيد. فبالنسبة لنا بيكون أجمل يوم تقريبا في السنة. ما هو السبب؟ لماذا أجمل يوم في السنة؟ لأنه أولا مناسبتنا الدينية الجميلة، ثانيا لأنه المناسبات في أمريكا كثيرة بالذات الدينية، عندهم الإيستر اللي هو ميلاد المسيح اللي هو موت المسيح، وعندهم الكريسماس اللي هو ميلاد سيدنا المسيح، وعندهم عيد الشكر، وعندهم أعياد كثيرة إحنا بنجاملهم وبنحاول نكون لطيفين معهم ونوع من الاحترام الأديان. فلما يجي شيء يخصنا نحس بشيء من السعادة، بالذات إذا هم شاركونا إياه ويبدأوا يقولوا لنا كل سنة وانتم طيبين أو eat to eat as they say، أو وخاصة لما كمان البيت الأبيض في هذه المناسبة يقول مبروك للمسلمين عيدهم المبارك وكل عام وانتم بخير، فبيعطينا شيء كده من السعادة وإحساس إن إحنا مش في غربة أو لنقل بعيدين عمن نحب في بلادنا. طيب عادة ما هي الفعاليات التي تقام بهذا السياق في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أتحدث يعني هناك ربما في هناك الكثير من الجاليات المسلمة، لكن فيما يتعلق بالجالية اليمنية ما هي الفعاليات التي تقام؟ هل يشارك اليمنيون أيضا ببقية الاحتفالات التي يقيمها الجاليات الأخرى؟ كيف هو الأمر؟ الجميل في الموضوع أنه المكان اللي فعلا بيجمع أغلب اليمنيين كما يجمع العرب أيضا هو المسجد، لذا تجد مثلا في كل مكان هناك مثلا كوميونيتي أو مجتمع صغير، لنقل في مثلا أقل مجتمع بيكون فيه 25 عائلة في مدينة، أوكي، يقوم الناس أصحاب الخير بعمل مسجد، قد يكون بيت قديم مثلا بس يعطوا طابع المسجد ويكون هذا المكان اللي يجتمعوا فيه 25 30 عائلة، وبعدين تجتمع العوائل في المدن القريبة لأنه بيكون هذا المسجد الوحيد على مدى مثلا 25 ميل. بيكون بالنسبة لنا هذا المكان بيعمل لنا طقوس روحية جميلة وبننتظرها بفارغ الصبر. وتجد أيضا من الميزة أنه لأنه صغير والكل يعرف بعضه فبيحس بنوع من الألفة، نوع من الجمال، نوع من المحبة، الأطفال مع بعضهم نفس الثقافة نفس الدين نفس الاهتمامات، فبنعيش هذه الألفة لأنه إحنا نوعا ما مفتقدينها، بنشتيها نشتي نحس فيها. طيب دعني في هذه النقطة أسأل هنا طالب عفاف، عندما نتحدث عن العيد عندما كنا أطفالا ربما يختلف العيد عن عندما نكبر، كيف يعني هل هو نفسه، هل هو نفس العيد، نفس الاحتفاء، نفس محاولة الاستقبال هذا العيد بهذه الفرحة، أم الآن تغيرت هناك مسؤوليات؟ كيف هل العيد لا زال نفسه بالنسبة لك؟ طبعا لأن العيدية نقصت أكيد في فرحة. إضافة للي قاله زكريا اليمني، إحنا كنا في اليمن أحيانا نتكاسل إنه بقوم الصباح أصلي بأكل تمر الأشياء، لا تعب لما أخذت النعمة مننا، لا الآن أصبح إنه إحنا اللي بنجيب التمر والقهوة، لا إحنا بنجي نصلي معاكم، لا إحنا بنلبس لبس العيد، ما فيش حاجة اسمها صغير، ما فيش حاجة اسمها كبير، لا إحنا بنكبر، لا إحنا بنطلب العيدية وبنحاول نصنع لأنفسنا نفس الجو اللي كنا نعيشه وإحنا أطفال. يعني مثلا هذا العيد كان لازم إنه أشياء الجديدة هذه كانت لازمة رغم إنه الآخر يوم وإحنا دراسة وإحنا أيوه بالاتحاد يعني أشغال هذه الأشياء، إلا إنه ممكن نسهر إلى الساعة كذا كذا نروح نشتري ملابس العيد نحاول نصنع لأنفسنا هذه الفرحة حتى على مستوى نقش الأيادي حتى على كأحد مظاهر العيد أيوه بالضبط اليمنية العربية. نعم،
طيب يعني في هذا السياق أسأل ضيفتي من أمريكا السيدة فاطمة واصل، عندما نتحدث عن الجالية اليمنية في أمريكا كان هناك قبل قليل ضيفة لنا من هولندا تتحدث السيدة سبا حمزة، تحدثت عن مسألة أن العيد هناك يعني بسبب عدم وجود جالية كبيرة ربما هناك الكثير من المظاهر ليست كما هي، وإن كان الناس هناك يحاولون القيام بالعيد كما كان في كما هي الشعائر او يعني طقوسه في اليمن. هل الامر مشابه لذلك في الولايات المتحده الامريكيه ام ان اليمنيين يتجمعون بولايات معينه؟ كيف هو الامر هناك؟ من الطريف انه الجاليه اليمنيه تقريبا في امريكا قد تشكل ثاني او ثالث اكبر جاليه عربيه هناك. لذا تجدهم متجمعين في ميشيغان، نيويورك، كاليفورنيا، تكساس. طبعا أنا مقيمة في ولاية نورث كارولينا وأقول لك إن إحنا ممكن نكون أكثر من 5000 إلى 6000 عائلة هنا، لكن متوزعين على مدن مختلفة. لذا زي ما قلت لك هي إذا جاء العيد مثلا، لنفترض إنه العيد كان السبت في يوم أجازة، راح يكون الاحتفال أجمل وأكبر. يعني كثير الناس مش هيكون عندهم التزامات عمل، ما راح يكونوا مضطرين يروحوا مدارس مثلاً أو جامعات إذا كانوا مضطرين. لذا يكون فيها شو نوع من التنسيق. يعني أنا بالنسبة لي مثلاً كان صعب إني أخذ أجازة في العمل لأنه كان عندي ارتباطات معينة ما قدرت أخذ أجازة، لكن في ناس آخرين كانوا قادرين على إنهم يأخذوا أجازة. لو جينا مثلاً نتكلم عن مدينة نيويورك، ما شاء الله جالية كبيرة جداً، أنشطتهم كثيرة جداً، استطاعوا أن يجعلوا يوم العيد أجازة لكل المسلمين، وإحنا نتمنى أنه يحصل في باقي الولايات أيضاً، لكن هذا يتطلب سعي مجتمعي، يتطلب عمل كثير وحركة كثيرة بحيث أنه الكونغرس وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى الكونغرس يعطوا أبروف أو زي ما يقولوا يقروا بحيث يكون هذا اليوم أجازة للمسلمين. إذن هذه الجهود لابد منها بكل تأكيد. جزيل الشكر لك سيدة فاطمة واصل رئيسة منظمة وفا، كنت معنا في هذه الحلقة عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. بعودة إليكما ضيفي هنا زكريا وعفاف. زكريا، نتحدث عن يعني هي فرصة أنكما في الاتحاد، دعونا نتحدث ولو بجزء بسيط عن أوضاع الطلاب اليمنيين هنا، هذه أحد المسؤوليات في العيد، كيف هي الأوضاع للطلاب بشكل عام؟ في الحقيقة الطلاب يعني أوضاعهم متقلبة بشكل كبير. أولا في ظل انقطاع أو تأخر المستحقات المالية للطلاب، هذه معاناة. أيضا نسبة كبيرة من الطلاب ما لا يستطيعون العودة إلى اليمن لأجل العيد أو في العطل الرسمية، بالإضافة أنه السكنات الخاصة بالجامعة تغلق في فترة العطلة، فالطلاب يضطر أنه يخرج يستأجر بيت أو يخرج شقة عند شباب أو يشوف أي سكن فاتح. فهل يعني الصعوبات تتراكم فوق بعض، هذه بالنسبة للصعوبات. إحنا في الاتحاد نشوف أنفسنا مسؤولين عن هذه الأشياء، نحاول بقدر المستطاع أولا بالنسبة للعيد أنه نخلق جو عيدي. يعني ليلة العيد تقريبا إلى الساعة 2 وإحنا نبحث عن العيدية وعن الأشياء هذه، بالإضافة إلى المشاكل اللي يعاني منها الطلاب. يعني في زيارات دائمة أو دورية إلى السفارة إلى الجهات الرسمية التي عندها القدرة أنها تضغط من أجل مستحقات الطلاب، بالإضافة إلى أنه في زيارات للسكنات والمنظمات التي تقدم مساعدات طلابية، بحيث أنه يعني نوفر بقدر المستطاع يعني أبسط الإمكانيات للطالب أو نتجاوز معه يعني مع الطالب بعض الصعوبات اللي يواجهها. هذا يعني بشكل عام. طيب عفاف، كما يقول حسين محب، غنى ما عيد إلا في اليمن ولا يمين ماشي كما اليمن. ماشي كما اليمن. ما رأيك العيد إلا في اليمن؟ أكيد هذا شيء ما فيش أي نقاش عليه. الله يرجعنا. ما عيد إلا في اليمن ولا ما عيد إلا مع يمنيين بس. الله يجمعنا إذن بأهلنا ويعيدنا ذات يوم إلى اليمن إن شاء الله يكون ذلك قريب. جزيل الشكر لكما زكريا وعفاف على تواجدكما معنا في هذه الحلقة اليوم من المساء اليمني. شكرا جزيلا لكما، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير إن شاء الله، وشكرا لكم ولقناة بلقيس على وقوفها الدائم مع الطلاب ومع الشباب ولإيصال
صوتهم في الخارج وفي كل مكان. الشكر لكم على تواجدكم معنا، شكرا لك زكريا، شكرا لك عفاف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم وانصياتكم وعلى تواجدكم معنا في هذه الحلقة. تحياتي لكم وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري في أمان.